لفة من الجلاش، الحشوة بسطرمة مفرومة، جبنة شيدر مبشورة، جبنة موتزاريلا، زيتون أخضر وزيتون أسود، فلفل أحمر حار وممكن تستغني عنه، وثلاث بيضات. طيب يا نونة، الحشوة دي ممكن تتغير، يعني أنا مش عايزة أجيب مثلا بسطرمة ولا جبنة شيدر ولا جبنة موتزاريلا ولا أي حاجة، اعملي جبنة فيتا ببقدونس بس ما يبقاش فيها طماطم علشان ما تنزلكيش مية. طب يا نونة، ينفع ان انا اعمل اي حشوة تانية؟ اعملي اللي انت عايزاه. فشايفين لما بنيجي مثلا نعمل البيتزا اقول لكم ايه، كل واحد بيعمله بتطعيمة حلوة او نكهة معينة هو عايزها، نفس النظام بالجلاش ده، التطعيمة اللي تحبوها اشتغلوا بيها. حليب وسمنة وبيكنج باودر، حليب وسمنة وبيكنج باودر، ده اللي هنورق بيه وهوريكم دلوقتي، هتبقى طالعة عاملة زي الجراب. ونهدي النار ليه يا نونة؟ نهدي النار عشان انا عايزة الجبن اللي جوه تسيح. عايزه تعملي وتحطي في صاج في الفرن اللي انت عايزاه، لو هتشتغلي في حاجه تانية حطي في صاج في الفرن وخليه يشتغل براحته. طيب يلا بينا، توكلنا على الله. عندي جريل على النار بيسخن، وادي عينيا الاتنين حاضر، وادي لا خالص ده اسهل ما يكون، وادي خليط التوريق. بصوا بدا يمسك معايا ازاي. طب انا مش عايزاه يبقى كده يا نونة. طب انت عايزاه ازاي؟ هروح احطها على النار يدفى شويه. شايفين طبعا عشان البلاتو عندي ساقع، بصوا المنظر، هحطه على النار يدفى شويه كده اهو، والجريل عندي سخن. طيب تعالوا بقى نشوف دوت هنعمل فيه ايه. الحشوه بتاعتنا اهي، ايا كان قلت ادام حاجه فيها حشوه اللي يجي على بالك اعمليه، واللي موجود في الثلاجه عندك وموجود في البيت اشتغلي بيه. طيب نبدا كده بسم الله. ادي الجلاش بتاعنا اللهم بارك، واروح واخده ورقتين، المره دي ورقتين مش ورقه واحده، بسم الله ما شاء الله اهو، ادي ورقتين واعمل كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا بقى، هجيب بوله والف اللي انا مش هشتغل فيه دلوقتي علشان ما ينشفش، وخلوا بالكم انتوا شغالين من حاجه زي كده، لازم الجلاش يبقى تحت فوطه او ايه عليه كيس بلاستيك. هبدا بايه؟ هبدا بالبيض. طب يا نونة انت ليه حاطه بيض مع الخلطه ديت؟ حاطه بيض علشان يمسك لي القوام كله مع بعض، يعني يمسك لي الجبن مع الزيتون مع البسطرمه كله مع بعض. رشه من الفلفل الاسود، ومش هحط ملح ليه؟ علشان عندي بسطرمه حادقه، الزيتون حادق، وانا مش عايزاها تبقى مملحه زياده عن اللزوم. هبدا احط كده، اضرب البيض حاضر مع رشه الفلفل الاسود، نزلت بالبسطرمه بشويه من الزيتون اخضر واسود او ايا كان اللي انت عايزاه، خليط التوريق سخن معايا بالشكل ده، فلفل حامي، جبنة شيدر. طب ليه انا مش حطاها على الوش؟ حطاها من جوه علشان تبقى جوه الخليط كلها دايبه معاه كلها، ما يبقاش على الوش وبس. وادي الموتزاريلا، ادي كل الحشوه بتاعتنا، واقلب كله مع بعضه كده وابدا احشي. طيب خليط التوريق ده هنمشي بيه الورقه كلها؟ لا، تخلوا بالكم بقى معايا انا هعمل ايه. ادي الخليط لازم كله يبقى ماشي مع بعضه او مخلوط كويس علشان البيض يبقى ماشي مع كل المكونات. معانا مين يا رغده؟ طيب تنورنا تاني باتصال. بصوا كده خلطت جامد اهو، ايه الخليط اللي انتوا عاملينه. بصوا عندي الورقتين اهم بتوع الجلاش، المكان اللي هحط فيه الحشوه ما يدهنش. ليه؟ علشان انا مش عايزاه يبوس ويطرى وياخد الحشوه بتاعتي ويقع. طيب ادي الحشوه اهي، وهعمل كده في نص الجلاشيه او نص الورقه. حطيت الحشوه في الوسط بتاعت ورقه الجلاش وما دهنتش تحتها دهان، لا انا دهنت اللي في الحروف. هبدا اعمل كده كده، كده
بص انا بدهن بين الطبقات اللي هي متجمعه فيها الجلاش نفسه، عشان ما اجيش اكلها والاقيها بتديني عجين. مش شكل دفت. انا كده خلصت. عندي الجريل على النار، هاخد على الوش اللي انا دهنت عليه اللي انا قافله ده. يلا بينا يا حمدي. بسم الله. حطيت كده ومقلبش. مقلبش دلوقتي خالص اهو، واديني دهنت الناحيه التانيه. اقلب امتى؟ لما اعمل كده. لسه اهي اتحركت معايا بسهوله. يلا بينا يا حمدي ونقلب على طول الناحيه التانيه. بسم الله. الطاسه كانت سخنه جدا. شايفين برضو الناحيه التانيه؟ شايف يا حمدي انا شلت الجريل من على النار. ليه شلت الجريل من على النار؟ علشان سخن زياده عن اللزوم، يا دوب بس اداني الشكل اللي انا عايزاه، لكن الجبن من جوه والبيض ما لحقش ان هو يستوي. ما انا ما ينفعش طبعا اي حد مجرد ما هيشوف الحلقه يقول هي كانت بتاع الحطه دي سوت البيض والجبن اللي جوه. لا طبعا ما سواهاش، شيء طبيعي ان هي ما استوتش علشان الجريله كانت سخنه. فانا شلت الجريل من على النار ليه؟ علشان نبقى موطين العين شويه، وانا قلت لكم يستوي على نار هاديه علشان البيض والخليط اللي جوه والجبن يبدا ان هو يسيح. طيب نونه انا مش عايزه احطه على البوتاجاز، وعايزه ان انا احطه كده واخلصه خالص واروح حطاه في صاج واحطاه في الفرن. هينفع؟ طبعا ينفع، وهيستوي براحته وتمامه زي الفل. عايزه تسويه على الجريل كده عشان يديك الشكل المضلع اللي احنا عاملينه ده، يبقى هتوطي النار خالص وتهديها علشان يديكي اللي انت عايزاه. عينيا الاثنين كده اهو كده. وبعد طبعا بقى ما الجبن بقى بتسيح والكلام ده كله، بتيجوا تقطعوه بالمثلث كده او شكل المثلث، بتلاقوا الجبن من جوه سايحه وفي منتهى الجمال. كملنا تسويه الجلاش اللي هو حشينه بسطرمه وبيض وزيتون وجبن زي ما انتم شايفين كده.